اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مسن واعتقلت شابين من مدينة قلقيلية وآخر من بلدة بيتونيا غربي رام الله، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية كفر عين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء غرب وشرق رام الله وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وكذلك واصلت الاقتحامات لتصل جنوب شرق بيت لحم ومدينة البيري وطول الكرم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 مواطنين خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل ومخيم الفوار جنوب الخليل. ولتسليط مزيد من الضوء على كل ذلك تنضم إلينا عبر الهاتف نوال حجازي مراسلة التلفزيون الأردني في الأراضي الفلسطينية. زميلة نوال، كيف تبدو الأوضاع من حولك في ظل كل تلك الصدامات والاعتقالات والقتل من قوات الاحتلال الإسرائيلي للأشقاء الفلسطينيين؟ نعم، يعني منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومعركة طوفان الأقصى، تعرضت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية والعنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سيما في الضفة الغربية التي باتت تشهد يوميا عمليات مداهمات واقتحامات واعتقالات، إلى جانب عمليات الاغتيالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين من بلدة سعير شرق الخليل ومخيم الفوار جنوب الخليل عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع القوات في مخيم الفوار في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة دورة جنوب الخليل وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي اتجاه المواطنين والمنازل والمدارس، ما أدى لإصابة معلم بالرصاص الحي، كما اعتقلت مواطنا من المدينة. أيضا كان هنالك اقتحامات لعدة مناطق في محافظة بيت لحم ومداهمة للمنازل، حيث قامت قوات الاحتلال واستولت على مركبة ومبلغا من المال من أحد منازل المواطنين. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم بالضرب المبرح على رجل مسن بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، كما اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلين. ما إلى ذلك أيضا أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر عين شمال غرب رام الله، حيث اقتحمت القوات القرية ونشرت قناصاتها على أسطح عدد من المنازل إلى جانب مداهمة عدة منازل فيها. أيضا كان هنالك اقتحامات واعتقالات لعدة مدن وقرى في محافظة رام الله والبيرة، وسط أيضا اقتحام ومداهمة للمنازل وشن حملة اعتقالات. صباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال قرية صوبر شمال رام الله وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 9 أعوان برصاص الاحتلال. أيضا اقتحمت القوات قرية عيسوية في مدينة القدس وحررت مخالفات مالية لأحد أصحاب المحال التجارية، كما حررت مخالفات بناء للسكان واعتقلت شقيقين بعد الاعتداء عليهما من القرية. يعني نتحدث عن مداهمة للمنازل واعتقالات، حصيلة اعتقالات اليوم يعني 25 مواطنا على الأقل تم اعتقالهم من محافظات الضفة الغربية. الزميلة نوال حجازي مراسلة التلفزيون الأردني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا جزيلا لك.